خلينا نروح لكره السله ونفس الكلام كره السله السيدات. يمكن السنه اللي فاتت وفقنا في كل البطولات ما عدا بطوله السوبر الحقيقه، ولكن برضو تم تدعيم الفريق بندى نافع ورنيم الجداوي. كابتن رؤوف عبد القادر كمان مدير النشاط الرياضي اعلن التعاقد مع رنيم الجداوي وندى نافع لتدعيم الفريق لمده 4 سنين قادمه. رنيم وندى مضوا في مقر النادي الاهلي بالجزيره في حضور كابتن علي هاشم طبعا المدير الفني اللي اختارهم طبعا. يعني بحيث ان هو طبعا لازم يكون المدير الفني السيستم في النادي الاهلي كده، المدير الفني يختار والنشاط الرياضي يتحرك. واللي قال ان رنيم وطبعا وندى اضافه كبيره وانها عناصر مهمه جدا في النادي. ورنيم طبعا صرحت تصريح قالت انها سعيده جدا بانضمام النادي الاهلي واللي دايما بيكون هدفه هو البطوله والصداره. خلينا نطلع لتقرير صورناه في مراسم توقيع اللاعبتين ونطلع لفاصل وبعديها ارجع لحضراتكم تاني ان شاء الله. طبعا احنا بنستعد لبدايه الموسم اللي فات كانت نتائج الفريق ده مميزه، يعني فاز باربع بطولات من اصل 5 بطولات. بعد ما بتنتهي السنه بيحصل تقرير من المدير الفني وبيقول احتياجاته ايه بالنسبه للموسم الجديد. فطبعا استغنى عن بعض اللاعبين، عوده كيلسي تاني كلاعيبه الاجنبيه، وابدا رغبته يعني شاف النقص عنده اللي المفروض تحت الباسكت يعني مركز 4 ومركز 5. فابدا رغبته وابتدينا يحصل اتصال يعني باللاعبين، والحمد لله ربنا كرمنا وزي ما حضراتكم شايفين النهارده كده بوقعنا النادي الاهلي. يعني طبعا بالنسبه للامور الفنيه تمام اللي احنا بنتركها للفنيين، فالكابتن علي هاشم طالما هو ابدى رغبته هو عارف مدى الاحتياج الفني ليهم. هم لعيبه يعني غني على التعريف، يعني رنيم جداوي لعيبه نادي سبورتنج ومنتخب مصر ولسه حالا كان في بطوله افريقيا لسه راجع في خلال اسبوع وفازت بلقب احسن لعيبه سنتر او مركز 5 يعني في افريقيا. فهي لعيبه مصنفه ولعيبه معروفه على الصعيد الافريقي والمحلي. ايضا بالنسبه لندى نافع لعيبه يعني ادت اداء جيد جدا في الموسم اللي فات مع نادي هليوبلس، وكل الناس يعني اشادوا بيها جدا جدا جدا، وكان ساعدت نادي هليوبلس على احراز مراكز متقدمه السنه اللي فاتت. فهي لعيبه مميزه، فاعتقد ان هيبقوا اضافه باذن الله لفريق النادي الاهلي. طبعا صفقة كانت مهمة بالنسبة لنا من السنة اللي فاتت، احنا ماشيين في الموضوع من السنة اللي فاتت طبعا، هي بدأنا نتكلم من آخر الموسم اللي فات والحمد لله المفاوضات مشت كويس ومش في مشكلة يعني. إن شاء الله تبقى إضافة للنادي الأهلي ونكسب كل البطولات بإذن الله. وهي لعيبة بروميسينج طبعا وفي منتخب مصر من أحسن اللعيبة اللي في مصر يعني. نفس الكلام ندى نافع برضه، كنا محتاجين في البوزيشن ده اتنين لعيبه في مركز الارتكاز، وان شاء الله الحمد لله ربنا وفقنا فيهم وقدرنا نجيبهم يعني الحمد لله.